بهدف تعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة بالجامعات والمعاهد بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية، أطلق فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة البعث مبادرة عينك على اختصاصك في كلية العلوم. المعرض بخص بيتضمن اختصاصات كل الكليات الموجودة بجامعة البعث للشرح للطلاب المستجدين اللي أخذين بكالوريا جديد قبل ما يفوت على التسجيل على المفاضلة، بيجي بيستفسر عن الكلية لشرح واقع كل كلية على حدة. عنا عاملين هذا المعرض بيتضمن شرح مفصل بكل كلية مع طلاب دراسات العليا، إضافة للمعرض موجود عنا لقاء مع عمداء الكليات بشكل يومي. مبادرة عينك على اختصاصات مبادرة كتير حلوة فادتنا نحن، بتخلينا نتعرف على كل فرع بشو بيحنوا شو مفهومه، حتى إذا نحن كنا مقررين فرع غير نقينا ونضل ثابتين على هذا الرأي. بتعرفنا على كل كلية الكليات الأدبية والعلمية. اليوم جيت أسأل على الهندسة المدنية شو كان مادة فيها وأنا بتسجل فيها، والحمد لله طلعت للمفاضلة وعم استفسر منهم وسألتهم كم سؤال وجاوبوني. نحن جايين على عينك على اختصاصك مشان نعرف شو فكرة المواد واللي رح نسجلها، لأنه أكيد نحن بنعرف إنه شو الاختصاص اللي فايتين عليه، وهي مبادرة كتير حلوة. مبادرة ممتازة، واليوم اتعرفنا على كافة الهندسات بيطلعوا بالهمك. هي مبادرة كتير حلوة بتفيد الطالب اللي جاي يسجل جديد، يعني بيطلع على المجالات يعني والكليات اللي ممكن يسجل فيها، وكتير ساعدونا هوني مشان نعرف شو بدنا ندخل وشو هي رغباتنا وتفيدنا للمستقبل كمان. تأتي هذه المبادرة على شكل معرض تفاعلي يسلط الضوء على الاختصاصات الجامعية بكافة فروعها العلمية والأدبية، ليساعد الطلاب على اختيار الاختصاص الأفضل ليتابعوا تحصيلهم العلمي بما يضمن مستقبلهم العلمي والمهني. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.